عم هادي وجيهو معلم، انت بحق لها المرة اذا كانت حامل تشتغل بالمانيا ما دام فترة الحمل ماشي طبيعي ما عندها اي مشاكل لقبل 6 اسابيع يحق لها انه ما عاد تشتغل مثل ما حكينا بالفيديو السابق. بس بين قوسين لو هي بدها تشتغل عادي ما في اي مشكلة. اما ما بعد الولادة ب8 اسابيع وممكن تتمدد لفترة 12 اسبوع في شيء اسمه بشفتيغونغس فربوت، يعني هي ممنوع تشتغل ابدا حتى لو هي بدها حتى لو صحتها تمام. طيب هل اذا اشتغلت في عليها مخالفة يعني ولا كيف؟ الاربايت جيبا ما بيخليها تشتغل، بركي صار لها شيء مشان ما هو يتحاسب. قبل الولادة يحق لها اذا هي بدها، بعد الولادة اوف كاين الفال اللغة الالمانية يعني ابدا، لانه الاربايت جيبا بيخاف انه يصير معها شيء. طيب يعني مدة 12 اسبوع تقريبا بتتمدد هي المدة الطبيعية 8 اسابيع، في حالات معينة بتتمدد لل 12 اسبوع، ممكن كمان نسجلها بفيديو سريع. طيب يلا سيدي، شكرا على المعلومة. سي يو.